احنا النول بتاعنا ده بنصنع عليه قماش وكوفرتيات، فوط مطبخ، فوط سفرة، مفارش سفرة، بنصنع عليه كمان قماش يتفصل وشال حريمي ورجالة وقماش قطيفة وقماش شانيليا. هو النول عامة أنا كنت واخداه هواية واتعلمته عشان أنا واخداه هواية وحباه جدا، لأن أنا أصلا ليا في مجال التفصيل وكده. فاللي كان شغلني أكتر القماش وأنواعها وأنواع الخيوط وكده، فكنت عايزة أعرف أكتر فيه. بعد كده اتعلمناه واحدة واحدة من أبسط حاجة فيه لغاية ما الحمد لله دلوقتي احنا اللي ماسكين الشغل كله، من بداية السدوة للاجية لشغل النسيج نفسه على الماء. أولا الحدادة خطر جدا ومتعبة ومش دايما شغالة، بس فاحنا كنا عايزينه يعني يشتغل شغلانة تانية يبقى أقرب من مكاننا عشان يفضل معانا أكبر وقت ممكن، وفي نفس الوقت تكون ما فيهاش خطر زي الحدادة. يعني الأول ما كانش متقبل طبعا، واحد بيتعامل مع حديد عشان يتعامل مع فتل هتبقى صعب عليه. هو بدأ يحب الشغل لما بيجي يشوف إن في حتة قماش حلوة طالعة، في فكرة جديدة طرقت بتاع، فبدأ هو اللي يتشغل بالشغل أكتر مني. والله هو الحداد انا حبيبها برضو زي النول، بس الحداد زي ما تقولي فيها مخاطر اكتر وصعوبات اكتر. وبالنسبة طبعا يعني الشغل برضو اليومين دول مش كتير ومش مجزي في الحدادة. انا مازال برضو حداد، بس يعني لما ربنا يسهل الامور يعني لما تفرق زي ما بيقولوها. بالنسبة للنسيج انا حبيته ان انا حبيت اضيف فيه الوان جديدة، اشكال جديدة، رسومات جديدة. طورت من الموضوع، يعني بعمل حاجات مختلفة عن اي حد تاني. الحمد لله يعني خدت البالك بشهادتكم انتوا وشهادة غيركم برضو، الحمد لله شهادة الزبون برضو، ان يعني الحمد لله اثبتت ان انا عندي حاجة اعلى من اي حد تاني يعني الحمد لله. يعني لا انا اتعلمتها في مدار، يعتبر انا اتعلمتها يعني انا ومرويسة اتعلمناها وحدينا كده، يعني خدناها كده زي ما بقولها من الكتاب ونفذناها عملي، يعني زي ما بقولها درسناها نظري وعملناها عملي. وده بيبقى صعب طبعا لما بيبقاش عليكي حد اشراف او حد مراقب او مثلا نازله فضل تدريب بنفسينا. فهي في بدايه شغلنا خدت 3 شهور معانا، اول يعني اول شغلانه بسيطه خالص، حاليا بتاخد يعني ايام، خدت 3 شهور. يعني شغلانه اللي اتعلمت عليها كانت بدايه شغل كليم. الكليم ده لازم اي حد يبدا بيه، في اي شغلانه النسيج لازم يبدا بالكليم. الكليم ده حاجة بسيطة، هو صعب برضه مش سهل، بس طبعا بالنسبة لي انت اي، على فكرة الشغل الصغير في النول زي الشغل الكبير، يعني الاتنين بنفس مقدار الصناعي اللي عليهم، لازم الا شغل نظيف في الصغيرة زي الكبيرة، فهم الاتنين يعني نفس، انت لما تدربت على الصغير هتعرف تشتغل في الكبير.